الحب أوكي يجلب السعادة، ولكن السعادة لا تجلب الحب. الواحد ممكن يكون سعيد بدون ما يكون يحب، لكن لما يكون يحب طبيعي بيكون سعيد. إذا الحب يجلب السعادة ولكن السعادة لا تجلب الحب، أين أجد نفسي؟ أين تجدين سعادتك الخاصة؟ أكيد حب، أكيد حب، أنا أحب الحب أساسا. شو فائدة الحياة؟ ما فائدة؟ وكيف ينعكس هذا الحب في حياة إيمان الهاشمي؟ في كل شيء. أنا يعني أنظر دائما إلى الجانب الجميل في الناس، لأن لو بس بننظر إلى الجانب المظلم ما حد بيقدر يعيش، ما حد. لكن دائما أنظر وأشوف الجانب الجميل في كل شيء. أنا يعني لست أؤمن يعني كثيرا بموضوع أن الجانب المشرق والتفاؤل، لا لا لا، أنا لا أنظر له بهذه الطريقة، ولكني فعلا أرى أن التقبل والرضا بما كتبه الله هو سبب السعادة. الرضا يعني بأن حتى إن أمر المؤمن كله له خير، صحيح. فمن هني أشوف الجمال وأشوف السعادة.